وصلنا لفقرتنا الختامية ولح نروح للفقرة الاجتماعية. كلياتنا بنعرف فرح انه بحياتنا في عديد من العلاقات اللي بنمر فيها، ان كان علاقات تسمى بالعلاقات الاجتماعية، ممكن تكون علاقاتنا بالأسرة، علاقاتنا بالعمل، وايضا علاقاتنا مع الاشخاص اللي ممكن يمروا بحياتنا واللي بتختلف بين شخص والاخر. وتطور هاي العلاقات كمان سلمى من منشأة لكيفية التطور لها، كيفية صحيح. نظرة الاشخاص، بعض العلاقات يمكن بتكون محصورة بحيز العمل، بحيز الدراسة، وبعدها بتنتهي، وبعض العلاقات بتدوم لسنين وسنين. هون بيدخل يمكن طبيعة الأشخاص وطبيعة البيئة وتعاطي الأشخاص مع بعضهم البعض. هل هي علاقة بتستمر وبتتطور بشكل راقي وحضاري، أو بتنتهي يمكن بعد مدة زمنية قصيرة؟ طبعا رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل وكيف منأسس علاقات ناجحة مع دكتورة شفاء صواني. يسعد لي صباحك. الخير والإيجابية والعلاقات اللي فيها نمو. أهلا وسهلا فيك، يسعد أوقاتك. خلينا نبلش مع حضرتك من أنواع العلاقات. كلياتنا بنعرف أنه كل يعني لقاء بيننا وبين أي شخص بالحياة بده ينتج هيك علاقة معينة إلا تسمية. شو هي أنواع العلاقات؟ في علاقات صحية وعلاقات سامة. العلاقات الصحية اللي هي بتساعدنا ننمو، بتساعدنا نكون مرتاحين نفسيا، بعيدين عن القلق والتوتر. العلاقات السامة بقى هي أنه بيكون مؤشراتها أنه بتوتر، قلق، دائما بمحل تبرير أني أنا عم برر للطرف الثاني أي تصرف أو سلوك، دائما بحالة اتهام، بحالة اني عدم تقدير للاشياء اللي انا بعملها. فكل ما كان هون هي المؤشرات هي اللي بتساعدنا نعرف انه نحن بعلاقه سامه، لازم نطلع منها فورا لحتى نحافظ على سلامنا الداخلي ونحافظ على صحتنا، لانه هي العلاقه كمان بالصحه الجسديه والصحه النفسيه. فكل ما كنا قراب اكثر لعلاقات بتساعدنا بننمو، بننهض، بنكون احسن، بنكون افضل، بنكون اروع. هون العلاقات هي الصحيه بقى. اليوم كثير من الاشخاص دكتوره بيكونوا يعني فعلا اشخاص طيبين، صادقين، اشخاص ايجابيين بالحياه، وبيحبوا يكونوا بمجتمع ذاخر بالعلاقات الاجتماعيه مثل ما بنقول، بالعمل، بالمكان السكن، بمكان الدراسه، باي مكان هن بيعملوا علاقات اجتماعيه، وبيرغبوا انه تتطور هاي العلاقات وتدوم. طبعا اليوم شو مدى امكانيه هذا الشيء، وهل صحيح انه التقليل من العلاقات الاجتماعيه هو عنوان النجاح والاستمراريه بهي العلاقات؟ هلا العلاقات هي لازم تكون مرتبطه بقيمنا، بمبادئنا، بالشيء اللي نحن عم نشتغل عليه، بمكان شغلنا، بشغلنا مثلا، بالشيء اللي انا بتفق فيه، في على هوايات مشتركه، على مساحات مشتركه بيني وبين اي طرف اخر. فهون الاستدامه كل ما بنيت على مبادئ وعلى صدق وعلى علاقات عميقه اكثر هي مستدامه كانت. كل ما كانت مبنيه بس على المصالح هي بانتهاء المصلحه بتنتهي، وفي ناس اصيلين مع انتهاء المصلحه من كثر ما كانت المصلحه جميله جدا وكانت فيها نمو، مثلا نمو للشركة، نمو للمؤسسة، نمو للمكان، للمدرسة اللي أنا بشتغل فيها، لأي مكان بكون فيه. فهي كمان بتخليها مستدامة. ليش؟ لأنه أصلا هي انبنت على مبادئ، انبنت على حب غير مشروط للمكان وللناس اللي كانوا فيه بهذا المكان. فأنا بضل أتواصل معهم لأنه أنا كان في استفادة مشتركة وفي مشاعر إيجابية دائما بتذكرهم فيها لما أنا بكون بعيدة عنهم. طيب دكتورة خلينا نحكي شوي اليوم عن تصنيف هاي العلاقات، كيف بينشأ؟ كلياتنا بنسمع بيحكوا انه في مثلا 5 أصدقاء ممكن يمروا بحياتك، ابن جيرانك اول صديق ممكن تتعرف عليه، صديق او مقرب من العائلة ممكن يصير حدا من زملاء العمل، زملاء الدراسة، وبيقولوا انه يمكن مقاعد الدراسة وخصوصا الابتدائي او هن الاصدق، العلاقات الاصدق، صعوبة بزملاء العمل وما الى ذلك. هي التصنيفات كيف بتشوفيها حضرتك؟ هلا دائما العلاقة الاطفال هي بتعتمد على الروح، فبيكون كثير بيشبهوا روحيا، ممكن بيشبه ظروفه، بيفهم عليه. ففي كثير شغلات بيكون الطفل لما بيلاقي رفيقه بيلاقي هو السند والدعم، مثلا حدا ببيئه كثير انه ممنوع يحكي، في اجى رفيق يسمع له كثير، هو شخص مستمع جيد. مثلا ببيئه ما فيها كثير تقدير بيجي رفيقه بيقول له انت لبسك حلو، انت حكيك حلو، انت كذا، انا كثير بحبك، بيجيب له اكلات طيبه. فهي الشغلات هي اللي بتكون هي المحبه الصادقه الفطريه تبع الاطفال. لما بنكبر هي بتكبر معنا هي القصه، كل ما حافظنا على سلامنا الداخلي والطفل اللي جواتنا نقدر نلقط هي العلاقات الطيبه اللي هي بتنبنى على المحبه الانسانيه الخاصه اللي بدون ما بترتبط بمصلحه، لكن اذا ارتبطت كمان بمصلحه بتكون كمان اجمل واجمل، لانه هي بتكون مبنيه على الصدق بالتعامل، مبنيه على الاستدامه، مبنيه حتى على المنافع المشتركه. يعني انا بربح
بربح وانت بتربح، يعني دائما على الربح المشترك، لانه ما في ربح على حساب الاخر. مثل كيف انا لما انا وابني بتعامل انا بربح وهو بيربح، او ممكن انا اخسر شوي كرمال هو يربح ابني، لانه انا بالنهايه بفيدني انا ابني مثلا اخسر من وقتي اخسر من شغلات، بس انا بالنهايه بلاقي مكسب على المدى البعيد. فهون بالعلاقات اللي فيها صدق ومحبه هي دائما مكاسب على المدى البعيد، يعني قولا واحدا. حتى لو كنا نحن بنشوفها مثلا نخسر اشياء صغيره، بس لا نحن بنكسب بالنهايه شغلات كثير عظيمه على المدى البعيد، لانه هذا رصيد لنا بالنهايه. يعني باي مكان بنكون فيه في اشياء نحن بنشتغلها بالعلاقات اللي سابقه، مو انت سويتي هيك بالزمانات، مو انت هيك عملتي، مو انت سويتي معي هيك، فانت بتكوني نسيتي هذا الشيء او المعروف الحلو اللي انت عملتيه، لكن الناس ما بتنسى وبتضل هذا الشيء ذكرى، بيضل شيء كمان رصيد يعني عند العالم بمكان عملي، سافرت لاي مكان، سويت اي شيء بحياتي، فهو هذا الرصيد اللي بين العالم اللي انا زرعته كمان بلاقيه حتى لما بكون باي مكان بنتقل عليه في مرحله ثانيه. طيب سؤال دكتوره، انت بتنصحي ببتر اي علاقه كانت، ان كانت زماله او صداقه او حتى اذا كان في سنوات من العشره والمعرفه مثل ما بنقول؟ وهذا الشيء طبعا اكيد ما حيكون سهل على الشخص، لكن حضرتك ومن خلال تجربتك بتنصحي انه نحن نوقف هي العلاقه هو الحل الاسلم للشخص؟ تمام. اول العلاقات الساميه اللي هي بتسبب لنا الاذى النفسي، الاذى الروحي والاذى الجسدي، حتى ممكن الواحد يتعرض لعنف، لضرب، لاكراه، انه انت لازم تساوي هيك لانك انت مثلا زوجتك، لانه عادات اجتماعية كتير، يعني لا ياخذ من وقتها من جهدها، ما يسمح لها تعبر عن نفسها ورأيها، ما يعطيها مساحة خاصة لإلها تروحي وقرايبينها تروحي ورفقاتها، دائما اللي ضاغط حتى على مستوى الولد أو الصديق. يعني في كتير أصدقاء بتحسي إنه ما بدهم يسمحوا لصديقهم إنه هو يروح هذا المكان، أو إنه حتى يتزوج، أو إنه حتى يسافر، أو يكون عنده حتى صديق آخر غير هو هذا الشخص، وهي شفناها بكتير من الحالات. تمام كمان. فهون هي الصداقة لما بتكون فيها تعلق، فيها أذى نفسي، فيها أذى روحي، فأنا الأسلم أني أنا بعد عنها. في كتير علاقات أنا هلأ كتير عم شوف مثلا حالات بيصير شجار كبير بين الزوجين، كبير كتير، ومشاكل وسباب وهيك قصص، بعدين بالنهاية أنا بأجي بقول لها أنه أنت إذا ما بدك إياه خلص شوفي اتفقي أنت على طريقة هذا أبو أولادي وأنا بدي ضل معه. طيب ليه؟ مشان الأولاد. ليه؟ لا مو مشان الأولاد، في مصالح مبطنة نحن ما منع، يعني هي بتظهر، هي ما بتظهر للعلن، احنا ما بنشوفها، بس احنا في شغلات ثانيه ممكن نعرف عن طريق اللاوعي تبعنا. طبعا الشخص الثاني بيكون خلص انه وصل لمرحله انه انا ما عاد فيني اتقبل اي علاقه فيها سم، لانه اصلا العلاقه المسمومه حتى بشغلنا بتعكرنا، حتى بحياتنا، حتى على المستوى المادي، اني انا ما بقدر اشتغل برياحه واكسب مال يعني لحتى اكون مستقر ماديا، لانه انا ماني مستقر فكريا. ما هي فعلا جاذبه يمكن هي العلاقات السامه لكل شيء سلبي بالحياه، حسيس المز على أمانة صح، كل شيء حوالينا ما بيكون صح تماما فطريا، ما بعرف اذا هذا الشيء صح او بتوافقيني الرأي فيه، بيكون كل شيء مزابط. هلا البيئه دائما، هلا بنشوف دائما اللي بيخرجوا من بيئه كثير عنيفه غالبا بيتزوجوا رجال عنيفين، او بيعيشوا مع نساء عنيفات مثلا، او بيئه نكديه بيروح بيعيش، واذا عاش مع بيئه مع تزوج شخص مو نكدي ورايق كثير، فهو بحس انه هو تزعزع، بصير هو بينكد عليه لحتى يعيش نفس، فعلا هي لحتى يعيش نفس المود تبع اللي كان عايش فيه بالبيئه. فالانسان السوي اللي متوازن دائما بيراقب البيئه اللي هو كان منها، اذا كانت بيئه متوتره وقلقه ودائما فيها مشاكل وصراعات، واجا الله بعث له حدا بيئه امنه، سواء عمل سواء زوجه سواء وسط اجتماعي سواء سافر لمكان معين، فهو يكتسب من هذا المكان افضل ما عنده، وبنفس الوقت يعطي افضل ما عنده. التغيير هو ضروره بالحياه، بس ما بده يكون في ايمان انه انا عندي خطا بهذا الشيء او خلل بهذا الشيء لحتى يقدر يغير. تماما. اللي ما بيقدر يكتشف المشكله اللي عنده، نحن دائما بنقول بالمرض ما فيك تعالجي مريض اذا ما كان عارف شو هو مرضه، فانا لازم ورجيه شو هو مرضه او هو يشوفه. بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره، كلنا بنعرف مرضنا وقت بدنا، وكلنا بسبب الكبر منتجاهل هي الامراض اللي جواتنا، وكل ما لها بتزيد وبتتفاقم، واول من بياخذ تبعاتها هو نحن، يعني اول شيء نحن، لانه نحن بتكبرنا او يعني عمانا المقصود عن هي النقطه هي اللي بتخليها تزيد وتأوفر، ويصير الانسان عبد لها، وبيصير بيقول انا ما فيني غير كل العالم، انا تعودت. لا ما في شيء انا تعودت، ما في شيء انا ما فيني غير، الكون كله بيتغير. فانت الارض بتبدل جلدها ثلاث مرات اربع مرات بالسنه،
فانت كبني ادم رب العالمين خلقنا يعني كل شيء، حتى الحيوانات النباتات الوراء الشجر كل شيء بالحياه بيتغير، فكيف انت عم تقول انا ما بدي اتغير؟ فانت مثلك مثل اي حتى الصخره بتتغير بسبب الرياح بسبب الظروف، فانت ليش ما ليش انت تكون بدك تخلي البيئه هي اللي تغيرك او شخص هو اللي يغيرك؟ انت لازم التغيير يبدا من الداخل. انا بدي تغيير ايجابي بحياتي ونوعي، انا بدي ابدا من الداخل. بدي شريك حياه يحترمني ويحبني، انا لازم احب ذاتي واحترمها واخلق هذا الوسط يلي فيه حب واحترام لذاتي. فكل ما كنا واعيين بذاتنا كل ما قدرنا نخلق حتى علاقات اجمل وافضل حتى مع تطورنا. مو غلط انه نفشل ونفوت بعلاقات فاشله او خاطئه، بس الغلط انه نضل مستمرين والتبرير لاي علاقه فاشله انه نحن هن هيك شماعه. لا، العلاقه الناجحه انا علي مسؤوليه اني انا اختار قدري واختار الشخص اللي بده يكون معي او العلاقات اللي بدها تكون معي او العمل اللي انا بدي يكون فيه. صحيح. يعني قبل شوي كنا عم نحكي مع الدكتور النفسي اللي كان معنا عن انه البدايه من نفسه البني ادم اذا كان ما مقتنع بانه هو عم بيعاني من مشكله ما رح يقدر يحلها مهما اللي حواليه حاولوا انه يساعدوا. ونفس الشيء هلا بالعلاقات الاجتماعيه، اذا انا ما قدرت اني اقتنع من نفسي انه في مشكله بهي العلاقه ما رح اقدر غيرها حتى لو الشخص الثاني حاول. خلينا نروح اليوم على شيء مفهوم اسمه نمو التطور بالعلاقه. اليوم العلاقات الانسانيه ما انها ثابته، يعني دائما بنشوف في تغير بوتيره العلاقه بين شخص وبين اخر. في ناس بيقولوا لك نحن هلا مرحله ذهبيه سعيدين جدا ان كان بصداقاتنا بحياتنا، وفي اوقات معينه اذا انا تعرضت لمشكله بصير بشوف كل شيء حوالي فيه مشكله حتى العلاقات السليمه اللي كانت بحياتي. تمام. شو بقدر اتصرف بهالشيء؟ كيف بيجي النمو؟ النمو بيجي اي شيء بالحياه حتى الطفل كيف بينمو؟ لما بيوقع بيتكرر وقعاته بصير بينمو عظامه، بينمو ايديه، بينمو رجليه، بينمو وعيه لحتى للمخاطر يلي هو بده يمر فيها، او مثلا ابريق الشاي او الشغلات السخنه والبارده. نفس الشيء تماما وعينا بالمخاطر والاشياء اللي نحن بنمر فيها. مثل ما قلت اي علاقه نحن بنفوت فيها هي تجربه، لازم نكون نشوفها بمنظار الصدق مع الذات، وبنفس الوقت كمان شوف أخطائي، كمان أنا ما شوف الآخرين كأنه هن متهمين. كل قدر أو كل شخص بيمر علينا بحياتنا هو انعكاس لإلنا. صحيح. فهو انعكاس ليغيرنا ليخلينا ننمو أكثر. النصاب بيعلمنا أنه نكون ناس متوازنين ونكره هذا الشيء، أو واعيين لقصة النصب والاحتيال. الإنسان المنيح بيخلينا واعيين أكثر لفطرتنا أنه بيطلع أجمل ما عنا. دائما أنا إلي جارة دائما بقول لها أنت دائما بتطلع أجمل ما عندي من كتر ما هي جميلة بالتعامل، فأنا ما بقبل أني أنا أكون إلا أجمل منها بالتعامل كمان. ففي ناس العلاقات والسيء بيطلع أسوأ ما فينا. لا، المفروض أنه ما يطلع أسوأ ما فينا، المفروض انه انا اتحكم كيف انا بدي رد عليه بالشيء اللي انا بدي اياه. لما انا بيطلع أسوأ ما فينا معناته هون لكل فعل ردة فعل. اما الانسان الواعي اللي وعيه مرتفع جدا لكل فعل استجابه. الاستجابه شو معناتها؟ هي الرد بافضل طريقه، يعني الرد بطريقه ايجابيه لانه استجابه من الايجابيه. فانا برد بافضل طريقه لمصلحتي انا ولمصلحته هو. ودائما بحاول انه انا ما كبر النيران اللي بيني وبين الشخص الاخر، يعني التوتر. لا، بالعكس، انا اطفي اخليه يراجع حاله. يعني العلاقات الواعيه اللي بتخلي الطرف الاخر يراجع حساباته ونفسه، واذا ما راجع حساباته ونفسه بلوك من كل حياتنا، يعني من علاقاتنا سلام على الطويل. ليش؟ لانه انا مجرد ما اشوف هذا الشخص بده يسبب لي توتر، فانا اذا ما استجاب معي لانه يكون هو افضل مثل ما انا معه جيد، فانا بعمل له بلوك بحجم طاقته وبحجم وجوده بحياتي مين ما كان يكون. هذا الحل الاسلم يمكن لكل العلاقات السامه يلي اكيد اي شخص ما بالدنيا ممكن تعرض لهدول الاشخاص ومرقوا بحياته. بالنهايه يعني حين ندور على الناس يلي بتشبهنا، على الناس يمكن يلي فعلا هي بتحب الحياه، بتحب الطاقه الايجابيه. ومثل ما بلشنا بطاقه ايجابيه كمان ختمنا معك دكتوره بكل طاقه ايجابيه. شكرا كثير لك، بدي اتمنى لك بقيه نهار حلو. شكرا لكم، شكرا لك لوجودك. الله، نهاركم سعيد ومبارك مثلكم.